بكل بساطة أنا أمنية وأنا قررت اكسروا البال أعمل كل حاجة بتخوفني. هو ليه الخوف ممكن يسيطر على حياة إنسان لدرجة إنه يوقفها؟ ليه بتخاف أصلاً؟ ليه أساساً عندنا مخاوف من حاجات الناس مش بتخاف منها وناس تاني عادي بالنسبة لهم؟ طب هو معنى إنك جربت هل ده فعلاً نهاية خوفك؟ كل ده هنعرفه، بس خلينا نرجع مع بعض 10 سنين لورا. أمنية بنت صغيرة راحت مكان واسع، المكان ده الناس بتحبه قوي قوي، مليان هوا وسما وارض، شكلها حلو والمكان لونه ازرق وعمال يروح ويجي ويتحرك، وفي كائنات عايشه جواه وبتتعرف على حاجه اسمها البحر، تبقى عندها فضول تكتشف هو ايه ده، ف تغرق. تبدا غريزه الانسان، غريزه البقاء، تطلع وما تخليش البنت دي تلمس البحر تاني ابدا. طول السنين اللي فاتت دي عمري ما هنسى الملح وهو في مناخيري وشعور اني مش عارفه اتنفس. الموقف عدى عليه سنين، بس لو فاكر ان انا هنسى الشعور ف فضلت سنين ما بحبش اشوف البحر، ولا حتى بيوحشني ان انا اروح اصيف، وحتى لو رحت اصيف ما كنتش بنزل البحر ولا حتى حمام سباحه واحد. وفي مقوله اخرى نفس الطفله دي كانت بتضايق قوي من الدوشه قوي، بتكره الاصوات العاليه، بتصدع، وفي نفس الوقت بتحب تجرب حاجات فيها اصوات عاليه. ايوه الموز الحمار بيشبع ولا عندي دي افتخ. في يوم من الايام امنيه وهي بتتفرج على حب البنات هتقول لي عايزه احب؟ لا طبعا، الاجابه الصحيحه ان كان عندي فضول اعرف الفنانه حنان ترك كانت بتلعب ايه عشان اعمل زيها، يعني ايه رمايه او ضرب نار، فقلت ليه ما اتحداش مخاوفي واعملها بالظبط. ده اللي كان قصدي عليه بالظبط، صوت في مخي بيقول لي ليه يا بنت يا امنيه ما نعملش اللي بيخوفنا، ما تفكريش واعملي. معلش لا 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 لا، دي مش تجربه، ده علاج التروما بالصدمه. عشان تبطل تخاف من حاجه لازم تبطل تفكر كتير، ولو فكرت فكر ازاي تتعامل مع الخوف ده. اللي بيخوفني بعمله واللي بعمله بيخوفني. فانا سالت نفسي ايه اكتر حاجه بتخوفك من الميه؟ الاجابه ما بحبش الميه تدخل مناخيري، بخاف اقع في الميه، بخاف اغرق، بخاف اني معرفش اتنفس واحط راسي كده في الميه، ومش بفهم ازاي الناس بتطوف على وش الميه. مش عارفه الناس ممكن تحكم او تقول ايه عن الفوبيا دي. ضفدع بشري خرقك ولا حاجه. وبعد ما اتحديت مخاوفي نجحت اني اكون جثه في الميه. بالنسبه لي الميه اصعب من السلاح، السلاح هو اللي ودنا هنا. بعد ما خلصنا رحنا على نادي الرمايه، ما طبعا مش هسكت، لازم ننهي الخوف ده النهارده، وعرفنا معلومات كتير عن الرمايه، زي ان معظم الناس اللي بيتدربوا ناس من اهلنا في غزه وناس صينيين ومصريين اكيد. بس قبل ما نخش في تفاصيل خليني اقول لكم ايه اصعب جزء في الفيديو ده. اصعب جزء في كل اللي فات هو اللحظه بتاعت هو انا كنت مكبر الموضوع؟ هل اهلك والمجتمع ضحكوا عليك؟ هل لو كان عندنا فرصه زمان ان احنا نجرب كل حاجه من غير ما حد يخوفنا من الحاجه دي ويقول لنا ده خطر وده غلط وده ما ينفعش، هنبقى خايفين للدرجه دي؟ مش كنا هنجربها بقلب جامد؟ والله ما كانش هيبقى عندنا لا خوف ولا فوبيا من اي حاجه في الدنيا دي. وانا جاي اطمنكم ان مبروك انت لسه خايف لحد دلوقتي، انت خايف تكون مكبر الموضوع. نرجع تاني، دخلنا ولقينا سماعه عازله، وطبعا مش هنستخدمها عشان لازم نتخطى خوفنا. وطل سبحان الله اغرب حاجه شفتها لحد دلوقتي، طلق في نادي رمايه حاجه غريبه جدا، لا ومش متوقعه. هنا كنت في محاوله فاشله اني اعمر واتدرب وطلعت مش قافله السيفتي. ولو ما تعرفش يعني ايه سيفتي، هو اللي بيمنعك تدوس على الزناد بالغلط وتضرب او تعور حد. بقى يا جماعه لما الفيديو ده نزل اعرفوا ان انا لسه عايشه، ربنا يرحمني بقى. وجربت وما حصلش اي حاجه، طلع ما عنديش خوف اصلا، عندي خوف من الفكره بس وانا هناك ما خفتش، وعشان كده قلقوا فجابوا لي حد يفهمني. ولو عندكم فضول تعرفوا ايه اللي كان شغال في مخي ساعتها. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل. طيب انا حسب ايه بعد ما عملت كل ده؟ يعني انا عملت الفيديو ده كلام مش كاتباه في السكريبت، عملت الفيديو ده عشان انا بقيت اخاف من الحاجات الطبيعيه اللي بعملها في اليوم الطبيعي بتاعي، الحاجات اللي كنت متعوده اعملها عادي. لو جينا سالنا نفسنا على كل حاجه بتخوفنا هنلاقي ردود مش منطقيه او منطقيه، بس الخوف شعور طبيعي جدا بيقول لك خد بالك هتموت او هتقع من مكان عالي، يعني هو في الاساس شعور عايز مصلحتك. بس احنا ايه والمجتمع لازم نحسسك ان في حاجه غلط وما ينفعش تخاف، عيب وهو مش ضعف منك ولا شخصيتك مهزوزه ولا جبانه، حتى انت انسان طبيعي بكل بساطه. ما تخليش الناس تزرع افكار مش صح عن نفسك. ليه؟ عشان تجارب البشر مختلفه. انا مثلا بستغرب لما حد بيخاف من القطط، حد يخاف من القطط يا روحي يا كاتشاكوتشي. ده بالظبط زي الناس اللي بتحب البحر، لما هيتفرجوا على الفيديو ده هيستغربوا جدا، يقولوا ازاي حد يمكن يخاف من الميه قوي كده.
عشان البشر مش زي بعض. مع شوية بهاريز واختلافات في البيئة والجينات نقدر نعمل فوبيا مختلفة، خوف مختلف. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي حد مش بيخاف من نفس الحاجات اللي انت بتخاف منها. يعني الخوف من البحر حاجة منطقية جدا، خوف بيقولك حاسب انت مش سمكة التونة العنيدة، انت مش هتعرف تتنفس تحت المية، يعني دي حاجة خطر خلي بالك. وساعات بيبقى تروما عادي، ومش دي مشكلتنا. مشكلتنا اننا نعطل حياتنا ونبطل نجرب حاجات جديدة لمجرد فكرة. يعني انا عمري ما كنت افكر ان انا انزل مية غير لما رميت نفسي في الامر الواقع ورحت اتدرب كل يومين. فكروا فيها، اي حاجة كنت بتخاف منها قبل كده كنتش بتعرف تعملها ما بقتش تخاف منها دلوقتي. انا مبسوطة قوي اني واجهت مخاوفي بصراحة. عايزاكم انتوا كمان تحسوا بنفس الشعور ده والفخر بنفسكم لو بتخافوا من حاجة. لكن الفكرة مش فكرة ايه اللي بيخوفك، الفكرة فكرة هل اللي بيمنعك انك تجرب حاجة جديدة هو خوفك؟ رسالتي من الفيديو ده ان فعلا مفيش حاجه هتفضل خايف منها طول عمرك غير لو انت خدت القرار ده. مفيش حاجه كنت خايفه منها قبل كده وجيت اعملها ورجعت اخاف منها تاني، معظم اللي هتعمله هتبطل تخاف منه عشان الخوف بيبقى معظمه من المجهول اللي مستنيك. لكن لما تعرف مش هيبقى مجهول، فمش هيبقى فيه خوف مستنيك اصلا، خوفك هيقل. بس هل ده معناه اننا هنبطل نخاف؟ لا، الحقيقه اننا مش هنبطل نخاف، بس هنتعلم نعمل الحاجات وننبسط بيها وسط الخوف اللي جوانا، ودي الحياه ودي الشجاعه الحقيقيه. وبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، احبكم قوي. انا خايفه اصور الفيديو ده اصلا.